يا عيني على الحلو لما يمرن في الدوري الممتاز، يا عيني على الحلو لما تجهز مكان البسطرمة، يا سلام واللانشون، وقطعني قطع وارميني في الزيت. ده بقى في ناس هتمرن في الدوري الممتاز يا جماعة لأول مرة، وبعد غياب سنوات، وبعد ما قال على نفسه وعلى قال على كل المدربين كلهم هجاصين وأنا أول هجاص، وبعد ما قطع في كريستيانو رونالدو، وبعد ما مسلمش منه مورينيو الكابتن رضا عبد العال مديرا فنيا لطنطا. يا كابتن رضا صباح الله الفول. الله اكبر. صباح الفل يا ايمن، صباح الفل يا تمور. ازاي بيسلم عليك يا تامر، بيقول لك صباح الفل صباح الفل يا كابتن رضا، معلش مش سامع من السماعه. انت لسه نايم ولا ايه يا لا تامر؟ انت هتبدأ كده. طب اسالك سؤال يا تامر وتجاوبني عليه بسرعه قبل ما اتفضل نبدا في اي حاجه. قول يا حبيبي. لما بتحط السماعه على دماغك بتتزحلق ولا بتنزل؟ كابتن رضا ده انت لسه هتمسك طنطا وبتقول يا هادي وانا محلل حبيبي قدم السبت علشان ادي لك الحد. بقول لك لا يا لا لا كابتن، بص بص بقول لك يا تامر، بقول لك يا كابتن رضا انت محتاج ترشي مصر كلها اقسم بالله. يا جدع طلع على النبي سيبك من الكلام ده، انا هرشيهم هرشيهم بفكري. ايوه ايوه خش عليها الدخله. ايوه اعرفك ان فعلا كل المدربين هجاصين وانت قلت انت اولهم. لا يا حبيبي انا كنت بقول اولهم عشان ما يرفعوش عليا قضيه. بس انما غير كده يا عم ابراهيم انا بقول لك اقسم بالله، انا اول تمرين ليا كانت امبارح ماشي اتفرجت على اللعيبه ماشي ايه وانا رايك؟ قاعد ما... لا ايوه فيهم طبعا لعيبه كويسه بس هم فاقدين الثقه طبعا، الخساره والهزيمه وهزيمه ورا هزيمه واخد بالك، بس ان شاء الله باذن الله من الماتش الجاي هتشوف حاجه ثانيه. فانا قاعد كده هنعمل طريقتين لعب. اوكي ده امبارح الكلام ده، طب قول النهارده هننفذ منهم طريقه ايه هي؟ انت عاوز يفتح طرق اللعب بس يا عم تامر الله يبارك لك. قاعد يا عم تامر على جنب اصبر. ايوه مش هينفع مش هينفع يا ابراهيم اقولها لك، بس انا بقول لك يعني ايه اللي هي هتناسب المرحله دي واللعيبه دي. هتلعب باتنين جناحين طايرين ولا هتلعب ب10 لعيبه؟ ده دخلنا بقى في التعطيه بجد، ده ما كانتش هي غلطه غلطناها وماسكينها لي. وبعدين اقول لك على حاجه، ده اضعف المدربين اللي جلدهم بقى تخين يخسر هنا ويفشل هنا ويروح هنا. طب انت اول مره هتمرن في الدوري الممتاز وانا عارف، بص انا قابلت المهمه ليه؟ ان الدوري الممتاز اسهل من تحت يا ابراهيم. ازاي يا كابتن رضا بقى، خلينا بقى اتكلم بجد خلاص بقى، اكلمك بقى بجد بقى. هكلمك بجد. طب دلوقتي يا كابتن رضا ماشي، انت عارف بقى ايه، ننحي كل حاجه جانبا. دلوقتي يا كابتن رضا احنا بقى لنا كتير شغالين قوي في الدوري الممتاز به صح كده؟ وشقينا وتعبنا وبتاع ومستنيين الفرصه بتاعت الدوري الممتاز. دلوقتي طنط في مركز كام يا عم تامر؟ ماليش دعوه مركز في المركز ال 17. الفرقه بتنزل دلوقتي هيشيلوها لك. لا مين اللي هيشيلها؟ بص انت تقولها لي لو انا من اول الموسم زي العباقره اللي هم بيروحوا ويجيبوا اللعيبه ويختاروا اللعيبه ويعملوا طرق لعب ويبقى قدامك مثلا 34 مباراه. طب ما انت قدامك 10 ماتشات. لا يا حبيبي سبعه. سبعه ماتشات ماشي. طب سبعه ب 21 بونص صح؟ طيب بالورقه والقلم انت عندك دلوقتي 17 بونص و21 يبقى 38. تخيل بقى المصري عنده 28 وعنده لسه 10 ماتشات. اوكي ماشي خلصان اهي. انا بقول لك انت خدت اهو فرضا خدت ال 21 بونت، يعني غلبت الاهلي وغلبت الزمالك وغلبت، بقول لك يعني فرضا ماشي 38 بونت. طب انت عندك المصري عنده 10 ماتشات، عندك الفرق اللي هي بتنافسك بقى اللي انت المفروض توقعها، اسوان مثلا 31 بونت، مش عارف مين 32 بونت، ولسه عندهم سبع ماتشات زيك. هل ان دول السبع ماتشات دول مش هياخدوا ستة بونت يعدوك او يبقوا مستويين معاك؟ وما عندهمش اهلي وزمالك، خلي بالك. واخد بالك؟ بس هي بص اولا انت لازم تعرف ان المدرب لما بياخد وضع زي ده تعرف ان هو مدرب محترم. ليه؟ ان قبل التحدي. ماشي. وبعدين لغايه امتى هنقعد نتنطط في الاستوديوهات وهو ده اكل عيشنا الحقيقي؟ ماشي. لا انا عايز اطلع بقى. بص ما هي تجربه ان شاء الله عشان اعرفك يا ابراهيم، انت ما انت حبيبي هو اول واحد، هو عمال تقول لي مكنه البسطرمه وكلام، لا عشان اعرفك ان الكوره فكر ماشي، والتدريب ده موهبه مش حفظ.
ايوه، ما انا مش مختلف مع حضرتك يا كابتن رضا في الجزئيه بتاعت انه كل الكلام انت بتقوله ده والله العظيم متفق معاك فيه، بس انا مشفق على حبيبي، انا مشفق على حبيبي، ها مشفق على حبيبي انه لما هيجي يمسك الفرقه ماسكها في توقيت ظروفها النفسيه صعبه، ظروفها الفنيه صعبه، واخد بالك ازاي؟ إذ ربما لا يكتب لك النجاح فتتحسب عليك عادي، مش مشكله. ما انت عندك ناس يا غلا في الدوري اللي انتوا عمالين تتغنوا بيها في الاستديوهات محبطه اربع وخمس فرق، احنا مش هنضحك على بعض. وبعدين هم ليهم تجارب، يعني تجارب قبل كده في الدوري الممتاز، وانا قلت لك الدوري الممتاز اقسم بالله اسهل من الممتاز به لسبب. ليه؟ هقول لك ليه. انا متفق. تعالى في الممتاز به انت مثلا هتلاقي البلديه، وهتلاقي مثلا المنصوره، وهتلاقي طنطا او باركو، او مثلا الفرق اللي هي دي اللي عندها ملاعب كويسه، وبقيه الفرق الثانيه ما عندهاش ملاعب. واخد بالك؟ فده بيأثر على طريقه لعبك واداء لعيبتك والطريقه اللي انت هتلعب بيها او الخطه اللي هتلعب بيها، لان الملعب لما بيكون وحش بيأثر على التيم ككل. انما انت في الدوري الممتاز كل الملاعب اها ما شاء الله حاجه بساط. بساط صحيح. وفي الممتاز كمان يا كابتن رضا كل حاجه متشافه، الممتاز به مش كده كمان يا تامر بقى، عشان ابراهيم يبقى واخد باله بالذات، ابراهيم عشان ايه؟ هيشغل مكنه البسطرمة وعامل فيها حبيبي. بس انا بقول له اللي كمان في الممتاز الف كله بيلعب على المكسب. ايوه حتى لو انت هتهبط هتلعب على المكسب، مفيش الا اثنين ثلاثه مدربين هم اللي بيلعبوا المدرسه الكلاسيكيه اللي هي الدفاعيه البحته عشان بس هم في المنطقه الدافيه. خلي بالك، خد بالك، انا عارف ان انت هتلعب كره هجوميه، بس هل هتلعب كره هجوميه بلا اي حسابات دفاعيه ولا هيبقى عندك توازنات؟ انا عارف ان انت يا حبيبي بتحب ابو العبر على عينه قال لك خسرانه خسرانه. كابتن رضا عبد العال هيهاجم يا رجاله. طبعا لا هجوم. وانت دلوقتي وانا رايح عشان اقول لك العب بليبرو والتم مساكين عشان ما اخسرش، ولا تلعب عشان تطلع امكانيات لعيبتك عشان تشوف مين اللي السنه الجايه اللي هي الاهم، مين هيقعد معاك ومين مش هيقعد معاك. انت بقى مركز في السنه اللي جايه. لا ما انت برضو انت لو اديت الاحساس للعيبه دي خلاص اللعيبه وقعت منك. ماشي ماشي. ما انت بص يعني احنا اول محاضره امبارح بنقول ايه؟ احنا عايزين، انا قلت لهم كده اعرضوا نفسيكم عشان اللي يجي له حاجه في الدوري الممتاز وربنا لا سيبه. ماشي. اللي ده خير للنادي وخير ليه. حلو، انت اديتهم دافع كده اضافي، يعني اديتهم دافع اضافي. ما يبقاش الفرديه، خلي بالك، ما انت برضو ما تلعبش فردي وتخسرني. ايوه. عشان تقول اجيب جون عشان امشي، لا. أيوة. ما كسبني وخلي شكلك كويس، ولما يجي لك عرض اقسم بجلاله الله مع السلامه. طيب ده كلام محترم قوي. خليني بقى اسالك في جزئيات ليها علاقه بقى باللعيبه والرؤيه الفنيه. مجموعه اللاعبين اللي موجودين ينفذوا افكارك في الوقت الحالي؟ ايوه. لا لو كمان ماتشين بالظبط عقبال بص يا ابراهيم، انت رايح هتلاعبه الماتش اللي جاي، انا بقول لك بطريقه جديده. فالطريقه دي اقل حاجه عايزه مثلا اسبوع، يعني احنا بنلعب كل اسبوع. كنت هتقدر مثلا تديها له مثلا، احنا هنلعب، احنا خدنا اجازه السبت بعد ماتش مثلا الجمعه. هتمرنهم عليها الحد، اتاكد عليها الاثنين، اتاكد عليها الثلاث، ويوم الاربع في التراي ماتش اللي هو هيبقى الرئيسي، التمرين الرئيسي اللي انت هتحط من خلاله السكور. هيكون بقالهم ثلاث ايام يتعودوا على الطريقه دي. تعرف يا كابتن رضا، اعلى نسب مشاهدات مباريات على الاطلاق الاهلي والزمالك، اي مباريات فيها طرف اهلي وزمالك. حصل. طنطا هتبقى بعديهم وان شاء الله مصر كلها. مصر كلها هتقعد تتفرج. بص بقى، اللي بيحبك هيتفرج، واللي عايز يشمت هيتفرج، واللي عايز ينتقدك هيتفرج. ان شاء الله ما حدش هيشمت فيها باذن الله. ولا انا ولا انا هشمت فيك. ولا انا هشمت فيك. ده انا مسكت مخصوص عشان اعرفك ان حبيبك قد كلامه يا ابراهيم، وان شاء الله ربنا ما هيخيب ظني ابدا. انا بقول لك كابتن، من النتيجه دي بتاعت ربنا والتوفيق بتاع ربنا في النتيجه. صح يا كابتن. انا بقول لك ان شاء الله الفتره اللي جايه هتشوف فكر مختلف، وكل ماتش بطريقه لعب على حسب المنافس. مورينيو قاعد بيتفرج على ماتشاتك يا عم، سيبك منه، ده حافظ. هو جوارديولا بس اللي انا ايه، جوارديولا اللي انا هخاف منه شويه، لان ايه هيمسح رقمك، هيمسح اي لا هيقول لي خد يادي، انت جبت الفكره دي من ايه؟ انا كنت هعملها البارت السنه الجديده. الله انت سكر يا كابتن رضا. يا رب بص اقول لك على حاجه بقى،
ربنا يا رب يكرمك ويوفقك علشان انت على كل الأصعدة انسان محترم وشخص طيب وزي السكر وشاطر وناجح، ونفسي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله كابتن رضا تكسر الدنيا والله العظيم ثلاثة، هبقى أسعد مخلوق وبني آدم في الدنيا. وربنا ولو... انا عارف انت انت ومهيب اكتر ناس سيبكوا ان انتوا بتتكلموا والكلام ده، انا عارف ان انتوا من جواكم اسلام صادق بتتمنوا لي الخير ان شاء الله باذن الله، والكلام ده من ورا قلبكم، بس انتوا ايه بتستفزوني ايوه وعايزين ان انتوا انما انا عارف والله العظيم يا ابراهيم ان انتوا ناس. طب قبل ما تقفل بقى تابع